سلام دي سلام دي يا مرورد سلام القرين وحزب عتيد. نحو تعاقد متجديد مع روح التأسيس، عقدات الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بن قرير مؤتمرها العادي بحضور مكثف لمناضلي ومناضلات حزب تراكتور بعاصمة رحمنا. مؤتمر لجال تصحيح الأوضاع والمسار إعادة الاعتبار لمهد حزب البام، جاء أيضا سجاما مع الهيكلة اللي كتعرفها مختلف المحليات برحمنا، استعدادا لعقد المؤتمر الإقليمي يوم الأحد 27 مارس الجاري. وكان الهدف الأساسي الوحيد هو نخرجوا بلائحة اللي تكون قوية، لائحة تكون محل إجماع ديال المناضلين والمناضلات، لائحة تكون قوية بالأسماء ديالها بالمناضلين ديالها، وكل هذا بطبيعة الحال كيصب من أجل تقوية الحزب، حزب أصالة والمعاصرة. وخصنا من هذه المحطة نعرفوا الخلل ديالنا ونحاولوا نبنيو من جديد بهاد الطاقات بهاد الشباب بهاد الأطر اللي التحقت بحزبكم في هاد المدينة الكريمة، ونبنيو على أساس صحيح. خلال النقاش والمداخلات اللي عرفها مؤتمر حزب البام بن قرير، أكد الجميع رغبتهم في كتابة فصل جديد من تاريخ الحزب من خلال استعادة الأطر المؤسسة والتحاق أخرى جديدة بالحزب. المؤتمر عرف إجماع كامل حول مناضل الحزب الحاج علي جبوج واختيار أمين محلي للحزب بعد مشاورات بين المناضلين. أولا تنبغي نشكر مناضلي ومناضلات حزب الأصالة والمعاصرة على هالثقة اللي حظيت بها من طرفهم اليوم في تجديد الأمانة المحلية لمدينة بن قرير لحزب الأصالة والمعاصرة، وتنبغي نأكد الثقة ديالهم أنها غادي تكون منبنية على واحد العمل اللي هو عمل جماعي، ليس هناك أمين محلي بوحده، ولكن الثقة ديالي في المكتب اللي غادي نقدم إن شاء الله غادي تكون كبيرة، وكذلك الاعتماد على مفهوم الشعار ديال الحزب اللي هو نحو تعاقد متجدد مع روح التأسيس. وانطلاقا من هذا المفهوم هذا سنشتغل جماعة وبروح جماعية، وذلك من أجل إرجاع الحزب إلى مكانته الأصلية، وكذلك الانفتاح على جميع الأحزاب الأخرى والنقابات والهيئات السياسية، وكذلك النزول إلى أرض الواقع عند الساكنة حتى ننصت لهمومهم وانشغالاتهم، وتصير واحد البرنامج اللي هو غيكون محدد في الزمان والمكان من أجل تنفيذه والالتزام به، حتى لا نخل بهذا الوعد الذي قطعناه على أنفسنا، واعتمادا على اللجان الكل سيشارك من موقعه ومن اختصاصه. والحمد لله نفتخر بأن عندنا في الأمانة المحلية حاليا عندنا واحد عدد كبير ديال الأطر المتخصصة في جميع المجالات، نتمنى إن شاء الله أننا نتوفقوا في هذه المهمة هذه باش يمكن لنا نرفعوا من القيمة ديال المدينة ديالنا ونزيدوا بها، ونحاولوا ما أمكن نساهموا في المشروع التنموي الكبير اللي هو أصلا ديال الأصالة والمعاصرة، ونحاولوا ما أمكن نخطو به خطوات إلى الأمام ونوصلوا به إلى الطموحات ديال الساكنة ديال مدينة بن قرير، والكل إن شاء الله غادي يلقى راسو في هذه الأمانة هذه ونشتغلوا جماعة. بالحضور القوي للمؤتمر المحلي لحزب البام ببن قرير، أكد هذا الحزب أنه قادر على العودة بقوة للساحة السياسية على الرغم من الانتكاسة اللي عرفها خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، واللي اعتبرها مناضل التراكتور أنها مرحلة طبيعية في سيرورة التنظيمات السياسية، لكن اليوم العزيمة أكبر للعودة وبقوة لتصدر المشهد الحزبي خلال انتخابات 2025.